جدا وعايزه مني ان انا ابقى صاحي هو بيلعب في الالفاظ ازاي، اللي هي ايه. احنا درسنا في الاول رقم واحد ان انا بشتغل على سلك، تمام، او موصل. فكان السلك او الموصل ده عند المقاومه بتاعته اللي هي الار بتساوي رو اي في ال على ايه، فخلاص كان هو سلك واحد، سلك واحد. فكانت المساله بتبقى عندي سلك، ابدا اعوض واشوف علاقه الاربع حاجات دول ببعض. قولي لي كده يا روان، الار اللي هي مين؟ اللي هي مقاومه. المقاومه ووحده قياسها بالاوم، تمام. بعد كده الار اي المقاومه النوعيه، المقاومه النوعيه لماده السلك او لماده الموصل، ودي وحده قياسها بالاوم في متر، اوم في متر، اوم في متر. وبعد كده ال اللي هو اللينس اللي هو طول السلك، طول السلك وحده قياسه بالمتر. وبعد كده ال A اللي هي المساحه بالمتر التربيع. وعليكم السلام. ايوه تمام تمام خلاص معانا. خلاص يا زياد. ايوه تمام. طيب تمام. احنا قلنا ايه المسائل اللي كانت قبل ما ننهي المحاضره امبارح؟ كانت كلها مسائل بتتعلق بالقانون الار بتساوي الار اي مضروبه في ال على ايه. كان ممكن نكتبها كده لان الار اي ده رقم ممكن يتضرب في ال، فكنت تلاقيها كده مكتوبه ار بتساوي رو اي في ال على ايه. كرياضه تنفع تكتبها كده مفيش مشاكل. فكان ده سلك واحد، يعني المساله بتتكلم على مواصفات سلك او كابل او موصل، سلك واحد بس بشتغل عليه. بدأنا في آخر مسائل ندخل إن يقول لك إيه، بدل ما عندي سلك أو موصل يقول لك لا عندي سلكين، فأنا لازم أبقى مركز كويس جدا في المعادلات دي اللي أنا هطلع منها شوية قوانين، تمام. القوانين دول هم اللي هيقعد يلعب فيهم ويعجن كل شوية ويغير ويلعب، فأنا هشرحهم تاني كده على بداية الحصة بحيث تبقى الناس مركزة معايا. أنا دلوقتي خدت قانون بيقول R اللي هي المقاومة وحدة قياسها بالأوم، وآر إي اللي هي المقاومة النوعية للمادة، ودي بتختلف حسب نوع السلك. يعني لو قال لي سلك مصنوع من نفس المادة يبقى خلاص، أو سلكين مصنوعين من نفس المادة يبقى الار اي بتاعت واحد، الرو اي عفوا بتاعت السلك الأولاني هي الرو اي بتاعت السلك الثاني. طب قال لي سلكين ليهم نفس الطول يبقى ال واحد بتساوي ال اثنين. طب سلكين ليهم نفس المساحة يبقى ايه واحد بتساوي ايه اثنين. يبقى انا هنا بدرس في الحاله الاولانيه سلك واحد بس بمواصفاته، المقاومه اللي هي الار، الرو اي المقاومه النوعيه لماده السلك او الموصل، ال اللي هو طول السلك، ال A مساحه مقطع السلك. وقلنا اي مساحه مقطع اي سلك عباره عن دايره، وبالتالي بتبقى باي ار مين، باي ار تربيع، لان مساحه سطح الدايره باي ار تربيع. النوع الثاني من المسائل وده المهم جدا بقى عندنا دلوقتي، اللي هو مش بيتكلم على سلك واحد، بيتكلم على سلكين. السلكين دول هيبدأ يلعب في أربع معاملات، يا إما الآر يا إما الرو إي يا إما الإل يا إما الإي. يبقى في حالة سلكين مش هيبقى عندي معادلة واحدة، لا ده أنا عندي للسلك الأول عندي مقاومة آر واحد بتساوي رو إي واحد مضروبة في إل واحد على إي واحد، ده السلك الأول. طب في حالة السلك الثاني زيها بالظبط بس هتبقى آر اتنين بتساوي رو اي 2 في ال 2 على اي 2، ممتاز. طب لو قال لي هات العلاقه بين مقاومه السلكين، لما يجي يقول لي القصه دي لازم يطير لي شويه حاجات مع بعض. اتفضل. ما الاول حاجه دي اللي هي المقاومه النوعيه، تمام. هتكلم عن المقاومه النوعيه ده لو ده استني، ده امتى؟ مش دايما. امتى يا زياد المقاومه النوعيه اللي هي رو اي تطير مع المقاومه النوعيه؟ يعني امتى دي تطير مع دي؟ ماده لما يكون السلكين من نفس الماده. انا عايز دلوقتي اركز على الافكار، من نفس الماده، لان احنا قلنا الرو اي دي هي خصائص الماده. يعني النحاس ليه رو اي، الالومنيوم ليه رو اي، الحديد ليه رو اي. يبقى مين اللي بيحدد خصائص الماده؟ المقاومه النوعيه للماده. يبقى هو اللي هيقول مش انا اللي هقول، يعني هو اللي هيقول لي كونديشن او حاله في، يقول لك والله سلكين مصنوعين من نفس الماده، بما ان هو ما قاليش رو، ما جابليش سيره الرو، بس هو قال مصنوعين من نفس الماده
يبقى خلاص رو اي واحد بتساوي رو اي اتنين. انا كرياضة زي ما قلت مبارح كده ان انا هاخد الار واحد اقسمها على الار اتنين يبقى ده كسر، يبقى ده كسر فوق اهو واعمل شرطة كسر هنا تمام. يبقى الرو او الرو اي واحد والرو اي اتنين راحوا مع بعض، فضل من المعادلة دي ال واحد على اي واحد وهنا ال اتنين على اي اتنين. طب لما يكون كسر على كسر لما طلع الكسر ده فوق يطلع يتشقلب. يعني ايه يتشقلب؟ يعني المقام يبقى بسط والبسط يبقى مقام. يبقى انا من المعادلة اللي على الشمال دي اقدر اقول ان النسبة بين المقاومتين ار واحد على ار اتنين هتساوي ال واحد على اي واحد. ركز معايا عشان كل المسائل هيبقى فيهم حاجات زي كده. في يبقى القسمة دي اهي، القسمة دي تحولت لضرب وقلبت دي بقيت اي اتنين على مين؟ ال اتنين. يبقى هنا كانت ال اتنين على اي اتنين تحت، لما تطلع فوق تبقى اي اتنين. يعني هتبقى ازاي؟ يعني هيبقى القانون ال واحد اي اتنين بعد كده ال اتنين اي واحد. تاني القانون ده هيتكرر كتير. لو احنا عايزين نحفظه دلوقتي بعد ما فهمناه نحفظه مفيش مشاكل. انا مشكلتي ان انا مش عايز احفظ الناس قوانين كتير، عشان كده حتى لما جيت اثبت القانون امبارح روان قالت لي طب وبعد ده كله ايه اللي هيحصل؟ هقول لك لا لربما تنسيه. انا هقول لك دلوقتي على حاجه مش هتنسيها، ان النسبه ار واحد سهل علينا الحفظ على ار اتنين هتساوي ما دمت انا هشتغل على طول يبقى الار هي هي تتناسب مع الطول، يبقى ال واحد تتناسب مع ال واحد على ال اتنين. يعني هنا لما تكون في الشمال ار واحد هيبقى فوق في ال واحد وتحت ار اتنين يبقى هنا في ال اتنين زيها بالظبط. بس اللي بيتشقلب عندي مين؟ المساحه. يعني المساحه بتبقى عكس، يعني الطول بيبقى بنفس الار واحد على الار اتنين يبقى ال واحد على ال اتنين، بس المساحه تتقلب. يعني ايه تتقلب؟ يعني يبقى فوق ال اتنين وتحت مين؟ وتحت ال اي واحد. هتقولي لي مش فاهمها هقول لك ارجع اهو ادي انا بثبت ليه، عشان في ناس بتيجي او هو في الكتاب يروح خابط لك القانون ده وخلاص يقول لك ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد اي اتنين على ال اتنين اي واحد، والناس في الفيزياء يقول لك احفظوها احنا مش هنحفظ حاجه. هو قال لي ادي ار واحد ليها معادله وار اتنين ليها معادله، قسمت الاتنين على بعض. هو قال لي من نفس الماده يبقى الرو اي طارت مع الرو اي تمام، رو اي واحد مع رو اي اتنين، وفضل البسط اللي فوق والبسط اللي تحت او المقام الكسر اللي فوق والكسر اللي تحت. عملتهم رياضه عادي، حولت القسمه الى ضرب وقلبت بدل ما ال2 على اي2 بقت اي2 على ال2، طلع عندي المعادله دي. عشان ايسر على نفسي واحفظها بقول اهو لما تكون فوق ار1 هتبقى ال ال1 بس الاي تبقى اي2 تمام كده. يبقى الحته دي مهمه جدا الصفحه دي، ان في نوع من المسائل بتتكلم على سلك واحد فهي المقاومه ما فيهاش غير ار بتساوي رو اي في ال على ايه. اما لما يكون سلكين يبقى لازم يبقى الار دي مش ار واحد، لا في مقاومه للسلك الاول ومقاومه للسلك الثاني، في طول السلك الاول وطول السلك الثاني، مساحه مقطع السلك الاول ومساحه مقطع السلك الثاني، كثافه ماده السلك الاول وكثافه استنى بس تقول ايه كثافه هي الرو اي دي ايه المقاومه النوعيه، اما دي المقاومه. طب تعالى كده نفتكر الكثافه مع بعض، حد فاكر من امبارح الكثافه؟ كتله على حجم. ايوه يبقى خلي بالك الرو اي المقاومه النوعيه لماده السلك، اما الرو اللي احنا خدناها في ثانيه ثانوي ولا في اعدادي الرو بتساوي اللي هي الكثافه، الكثافه بتاعت الماده بتساوي الكتله اللي هي الماس ام على الحجم اللي هو احنا قلنا عليه فوليوم او فول. انا المعادله دي اقدر احولها كرياضه اقول ان الكتله بتساوي الرو اللي هي الكثافه في مين؟ في الفول في الحجم. لان الكثافه احنا خدنا دلوقتي الكثافه وحده قياسها ايه؟ كيلو جرام على الفوليوم بالمتر تكعيب في الفوليوم بالمتر التكعيب. يبقى المتر التكعيب يروح مع المتر تكعيب يفضل ان الكتله وحده قياسها ايه؟ بالكيلو جرام. خلاص يبقى انا لو وحدات بعرف اتصرف. هتلاقيه جايب لك في الامتحان مدخل لي دلوقتي مره الكتله ومره تمام الحجم ومره الكثافه. فانا لما اجي دلوقتي ادخل طب ايه علاقتها بالجزء اللي احنا بنشتغله؟
علاقتها ان انت لازم تبقى عارف ايه علاقة الكتلة بالمساحة. حد يعرف علاقة الكتلة بالمساحة؟ انا اعرف يا عم اهي، ادي الكتلة بتساوي الرو زي ما هي، الحجم ده حجم اي حاجة مش يساوي المساحة في الطول، صح كده؟ يعني انا فكيت الحجم، الحجم فكيته مساحة في طول، فعادي. يبقى انا لما يسألني او يعمل لي قانون في علاقة بين الكتلة والكثافة والمساحة والطول، ينفع ينفع حسب بقى ايه، حسب القوانين اللي عنده. ممكن يجي يقول لي لا ده انا عايز اجيب لك علاقة الكتلة بنصف قطر السلك او الكابل، يبقى هقول له الرو تنزل والمساحة دي باي ار تربيع في ال، يبقى الكتلة بتساوي الكثافة في مساحة سطح الكابل او مساحة مقطع الكابل في طول السلك، او مساحه مقطع السلك في طول السلك. فاهمين الحاجات دي؟ لان دي اللي هتيجي عليها المسالتين اللي قلت لكم حلوهم امبارح. هنشوف دلوقتي حد حل حاجه ولا لا.